تحقيقات حول قاتل متسلسل بعد اكتشاف هيكل عظمي مفصول الرأس. زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة على شركات الطاقة. النمسا تشهد أكبر مظاهرة مطالبة بإسقاط نظام الأسد. هيئة مراقبة الأسعار تعمل على تقرير يحدد أسباب استمرار الغلاء. إصدار مذكرة بحث ضد مغربي وأوكرانية أخذ طفلهما من مكتب الرعاية. وعودة الطائرة إلى فيينا كانت متجهة إلى نيويورك بعد الإقلاع. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أثار اكتشاف هيكل عظمي المخاوف من جديد بين المشردين في فيينا بعد سلسلة هجمات طعن وحشية عليهم. وينذر اكتشاف الهيكل بجريمة قتل مروعة، حيث وجد الهيكل بشكل يشير لجثة مشوهة في الغابة، فيما تم قطع رأس الضحية إضافة لوجود ثقب بقطر 3 سنتي. وتركز التحقيقات على احتمالية وجود قاتل متسلسل، حيث تم اكتشاف الجثة بعد هجمات سابقة على مشردين أدت لمقتل شخصين وإصابة امرأة، وتستمر التحقيقات لكشف الارتباط بين الجرائم. تعتزم النمسا تغيير ضريبة الأرباح المفاجئة لشركات النفط والغاز لتشمل مستويات ربح أقل، بهدف تهدئة استياء الجمهور من الأرباح المتزايدة والتكاليف المعيشية المرتفعة. وتضمن تفصيلات الخطة تطبيق ضريبة 40% على أرباح تفوق متوسط الفترة قبل أزمة الطاقة بأكثر من 10%، ويأتي هذا في سياق مساعي الحكومة لتحقيق التوازن بين الشركات والمواطنين. وأعلن مستشار النمسا نيهاما أن الشركات لا ينبغي أن تستفيد على حساب المستهلكين، وتأتي الخطوة مع اقتراب موعد الانتخابات وازدياد قضايا التضخم وارتفاع الفائدة. تظاهر ما يتجاوز 1000 سوري وسط فيينا يوم الأحد تزامنا مع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظام الأسد التي تعم سوريا. وتجمع أكثر من 1000 سوري وسط المدينة تنديدا بالقمع والمجازر المرتكبة على مر عقد من الزمن، وكان من اللافت الحضور الكثيف للنساء إضافة لمختلف أطياف السوريين. المظاهرة جاءت بدعوة من جمعية تنسيقية النمسا لدعم الثورة السورية، وحسب مراقبين تعتبر هذه المظاهرة هي الأكبر التي شهدتها النمسا منذ بدء الثورة. وقد تخلل المظاهرة قيام مجهول بتحطيم باب كنيسة شتيفن الشهيرة. بدأت هيئة المنافسة بشأن أسعار المواد الغذائية BVB تحقيقات هامة بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن تنهيه في أكتوبر. ويشمل التحقيق أكثر من 2200 شركة، وهو الأكبر من نوعه، بغرض تعزيز دور الهيئة في التدخل وضبط المنافسة. وتسعى الهيئة لفهم أسباب وتأثير زيادة الأسعار وكشف ممارسات التجارة ذات الصلة. ومن المتوقع أن يساهم التقرير في تجديد الرقابة على الشركات، وقد يعقب بتغييرات تشريعية جديدة لتنظيم المنافسة. بدأ البحث باستخدام مذكرة احتقان أوروبية عن والدي طفل عمره عامان بعد هروبهما معه من مؤسسة رعاية الأطفال في فيينا. وبدأت شرطة فيينا البحث عن والدي الطفل، وهو مغربي بعمر 29 عاما وأوكرانية بعمر 42 عاما، بعد اختطافهما له، حيث تصاعد العنف أثناء محاولتهم استعادته، فأصاب الوالد المربي وخطفه، ثم استولت الزوجة على الطفل وهرب، فيما قالت متحدثة باسم مؤسسة الرعاية أنه تم نقل الطفل إليهم بسبب اتهامات سابقة من الوالدين بالإهمال والعنف. عادت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية النمساوية إلى فيينا أمس الأحد من رحلتها المتجهة إلى نيويورك بعد أن اصطدمت بطائر، ما تسبب في مشاكل فنية. ووفقا لتقرير نشره موقع أستريا وينجز، قرر الطيران العودة للأسباب تتعلق بالأمان، حيث هبطت الطائرة بسلام في مطار فيينا بعد فترة قصيرة من الإقلاع. ومن المقرر أن يتم إجراء فحص تقني للطائرة للتحقق من حالتها،
وسيتم إعادة حجز للركاب الذين تأثروا بتأخير الرحلة، وبالتالي تم إلغاء رحلة العودة المقررة من نيويورك إلى فيينا يوم الأحد نتيجة للحادث. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.